من آل بيت المصطفى شع الهدى، وبهم طريق الحق نورا عبدا. هم خير من عرف الخلائق أنهم خير البرية للإله تعبدا. فيهم من المختار بانت سنة، أقوالهم نور يضيء الفرقدا. عنهم روى التاريخ خير رواية، من بات يقرأها فيصبح مرشدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي أخواتي، ها نحن وإياكم وحوارية تاريخية أخرى نرحل فيها إلى زمن الإمام العسكري، روحي له الفداء، إذ يحاور في المشاهد التي سجلناها أحمد ابن إسحاق، والحوار عن وجود الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف وكان بحضوره. أنا وأنتم فلنشاهد أحبتي. تفضل يا أحمد بن إسحاق وقل ما عندك. يا ابن رسول الله، سؤالي لك وأود أن أعرف جوابه منك، لأنك على علم ومعرفة. وأنا أسمعك يا ابن إسحاق. من الخلف من بعدك؟ يا أحمد بن إسحاق، إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام، ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة، من حجة لله على خلقه، به يدفع البلاء من أهل الأرض، وبه ينزل الغيث، وبه يخرج بركات الأرض. يا أمير المؤمنين، من الخليفة والإمام من بعدك؟ يا أحمد بن إسحاق، لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حججه ما عرضت عليك ابن هذا، إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكنيه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. يا أحمد بن إسحاق، مثله في هذه الأمة كمثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو من الهلكة فيها إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته، ووفقه للدعاء بتعجيل الفرج. يا مولاي، هل لي بعلامة ليطمئن قلبي؟ أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثراً بعد عين يا أحمد بن إسحاق. يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مننت عليه، فما السنة الجارية فيه من الخضر وذي القرنين؟ طول الغيبة يا أحمد. يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول؟
إيوة ربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، فلا يبقى إلا من أخذ الله عهده بولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. هذا أمر من أمر الله جلت عظمته، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين، تكن معنا غدا في عليين. أخوتي أخواتي، المشهد السابق يدعونا إلى التدقيق في علاقتنا وعقيدتنا مع الإمام المهدي وفي الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والعلامات المهمة والأدلة والبراهين في المشهد السابق تدعونا إلى تقوية العقيدة بالإمام روحي له الفداء، والتفكر بوجوده المبارك، وأن نملأ النفس من مفاهيم ضرورة وجوده وأهمية وجوده المقدس، إذ إن وجوده الشريف ما يحفظ الأرض دون أن تسيخ وتمحى بأهلها. إلى هنا انتهت هذه الحلقة، إلى الغد. أرباب علم والحليم مريدهم، من زاغ عنهم في جهنم خلدا. ما إن تمسكتم بهم فلتعلموا أنتم بها الأعلون إن حل الردى. هم خير آيات وخير تلاوة، أبناء فاطمة وفيهم يقتدى. إذ لن تمس النار جسم محبهم، فاطمع إذا في حبهم وتزودا.